السلام عليكم، مساكم الله بالخير والعافية حبايبنا الحلوين الطيبين. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة إن شاء الله من العايدين. ربي يحفظكم جاه الحبيب محمد، ربي يحفظكم ويسلمكم بهذا العيد الجميل. وأقول لكم كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد ومسرات بمناسبة عيد الفطر المبارك عاده الله علينا وعليكم وعلى الشعب العراقي وعلى المحبين وعلى أصدقائنا الطيبين وعلى كل من يتابعنا ويشاهدنا من خلال أيضا من خلال علي الحافظ، من خلال صفحات علي الحافظ، من خلال صفحاتنا على اليوتيوب وعلى الانستغرام وأيضا على الفيسبوك وعلى تويتر في نفس الوقت. اتمنى من عندكم مشاهدينا الكرام ان تتابعونا في قناتنا الجديده. طبعا انا عندي قناه على اليوتيوب بصراحه باسمي علي الحافظ، عندي قناه على اليوتيوب وبصراحه ما مفعلها من زمان ولا مشغلها من زمان، فقط مرات انشر بها بعض الشغلات مثلا يعني البسيطه، لقاءات مثلا او مثلا تجوال في مكان معين مثلا. فأني قررت بصراحة قرار شخصي يعني قرار شخصي انه راح افعل هاي القناة وراح ادعمها ان شاء الله، واتمنى من عندكم انه يعني تدعمونا بلايكات وتدعمونا بشيرات يعني حتى ان شاء الله القناة يعني تتطور اكثر باكثر ان شاء الله. وبنفس الوقت هاي القناة راح تكون مخصصة لل يعني الشغلات الحلوه، يعني مثلا بعيده عن السياسه بصراحه، لانه السياسه ما راح توكل خبز مثل ما يقول، لانه بصراحه دمرنا احنا من السياسه ومن هذا والتعليقات والترتيبات. ولهذا السبب راح نسوي هاي القناه خاصه بيها طبعا اكيد. وهذه القناه راح تكون مخصصه بالترفيه مثلا، يعني ترفيه خاص مثلا رفه عن نفسنا مثلا نسوي فت قناه هي نفس القناه برامج او فت شيء خاص بالمطبخ، يعني فت اكلات حلوه. ما شاء الله انا ما اعرف اطبخ طبعا، بس الجماعه المحاولين من حوليه واللي يمي واللي يعرفوني ومعارفي يعرفون اني كلش ما اعرف اطبخ. هذه وحده ما اعرف اطبخ ولا اعرف كل شيء اسوي يعني، بس اكيد راح نسوي فد اكله حلوه فد شيء يعني حسب المقدره مالتي ها. وبنفس الوقت راح تكون بيها يعني مره طبخ، مره خاصه بالفنون، فد شيء فني مثلا، يعني مثلا ممكن اذا اكو فد حفله او فد لقاءات فنيه او فد حفله معينه ممكن نحضرها، ممكن نصورها، يعني فد شيء يعني فني ثقافي بالناحية الثقافية. ممكن نسوي لنا مثلا لقاءات ثقافية عن مثلا فد مدينة معينة، عن شارع، عن نهر مثلا، عن تمثال معين، عن قائد مثلا هنا، عن تاريخ بلجيكا، عن حضارة بلجيكا ومقارنتها بالعراق، وأيضا نتحدث عن تاريخنا وحضارتنا في العريقة، حضارة وادي الرافدين أيضا بالعراق. وبنفس الوقت نشوف الوضع هنا شلون، البشر هنا شلون، الناس البلجيكي شلون، كيف راح يعيش المواطن العراقي او المهجر او اصلا بالمهجر مو المهجر طبعا، زين احنا ايضا مهجرين. المهم خوفنا من التهجير، ان شاء الله يعودون اهلنا المهجرين الى كل مناطقهم. بس لكن انا اتكلم عن المغتربين العراقيين اللي موجودين في الخارج، فاكو بعض الشغلات مثلا كيف مثلا يصير اندماج بين المواطن او المهاجر العراقي وارتباطاته واندماجه مع المجتمع البلجيكي بشكل عام، وعن المجتمع الاجنبي بشكل عام ايضا، ومجتمع البلجيكي بشكل خاص في داخل بلجيكا. زين عيني، فراح نسوي هاي القناه، هي قناه خاصه بالطبخ وبنفس الوقت خاصة بالأكلات العراقية، حلويات، ترتيبات، تربيشات، أي شيء حلو جميل. زين عيني، وبنفس الوقت راح نسوي هاي القناة أيضا راح تكون قناة فنية. زين، ف
فشي فني، فشي ثقافي، يعنى بالشؤون الثقافية مثلا، يعني فشي مثلا دعوات خاصة، مثلا دعوات من منظمات بلجيكية، منظمات تعنى بشؤون الثقافة، تعنى بشؤون المسارح مثلا، أي شيء مثلا ممكن احنا نروح نسوي فعالية حلوة، فعاليات. وأضافة إلى ذلك مثلا عندك مثلا الأسواق، ممكن نتجول في أسواق معينة ونقارنها بالأسواق العراقية، مثلا الأنهر، ممكن الأنهر اللي موجودة في بلجيكا، عن بلجيكا بشكل عام، عن أخبار بلجيكا بشكل عام، عن كيفية استقبال البلجيك للمغتربين العراقيين، سواء كانوا قبل 5 سنوات أو 4 سنوات أو 10 سنوات، المهم مغترب عراقي زين عيني. وراح إن شاء الله راح تنال إعجابكم هذه القناة الخاصة بي، وأتمنى إن شاء الله راح أدعمها دعم هاي القناة أني مع اليوتيوب، مع شركة اليوتيوب، وأتمنى من عندكم إنه تشاركون وتساهمون معانا، وأيضا تسوون لايك وشير على مواقعكم الخاصة، وبنفس الوقت على يعني المواقع الخاصة اللي انتو بيها، وعلى الفيس الخاص بيكم، وان شاء الله خير. اتمنى انه تنال اعجابكم هاي القناة، قناة الخاصة على اليوتيوب، اتمنى انه تشاركون بيها، تشتركون بيها، واتمنى انه تدعمونا بصراحة حقيقة. هاي قناة خاصة بي اني، يعني ما خاصة لأحد، واكيد اكيد ان شاء الله راح يكون تلاقي الجميع، وتلاقي كل من يرغب ب يعني مشاهدتنا خاصة يعني فد شيء معين، وإن شاء الله أكيد راح تنال إعجابكم. يعني هاي القناة ما راح تكون مخصصة لشيء معين، لا، راح تكون عامة، كل فترة بين يوم ويوم، أو كل فترة معينة كل يوم مثلا، أو حسب المجال يعني. زين، أكيد راح نسوي فد شيء مثلا، فد فعالية حلوة مثلا، يعني طلعة، قاعدة مثلا مع أصحابي، مع أصدقائي، مع حبايبي، طبخة واني في بيتي مثلا، فتشي طبخ، نقدر فتشي نطبخ حلو، أكلة جميلة سريعة. وكو بعض الأحيان حقيقة من شبابنا الكثيرين، شبابنا العراقي والعزابية بنفس الوقت، خلنا نصل التلفزيون زين، عزابنا ما يعرفون يعني خطية يطبخون، ممكن احنا نعلمهم، ممكن هذا، ممكن انه يستفادون من خلال يعني هذا المنشور، او من خلال هذا البرنامج الخاص، ويتعلمون ان شاء الله. اللي ما يعرف مثلا ممكن نعلمه، يستشيرنا، ممكن اي شيء، احنا حاضرين زين، وان شاء الله خير، ان شاء الله يكون خير هاي القناة. واتمنى من عندكم ان تشاركون معانا وتعملون مشاركة، وبنفس الوقت مشاركة بحيث شكو شيء جديد، شكو أي شيء، إن شاء الله راح تستقبلوه أنتو، راح يطلع عندكم باليوتيوب. وبنفس الوقت إن شاء الله إذا كان هناك بث مباشر مثلا، رايحين في مكان معين، ماشيين في سيارة، ماشيين في باص، ممكن إحنا نبث فد شيء معين عن طرق النقل، أو فد شيء يعني ممكن إحنا بهالمساهمات هاي نقدر مرة طبخ، مرة فتشي، يعني أي شيء يشوف فشي غريب ممكن هنا ببلجيكا ممكن نسلط الضوء عليه زين عيني. وبإضافة للطبخ وغيرها من الأمور الخاصة، إن شاء الله خير يعم على الجميع إن شاء الله. وأتمنى تكون هاي فاتحة خير، وأتمنى إن شاء الله تدعمونا من ناحية المشاركة، ومن ناحية يعني مشاركة بالقناة مالتي الخاصة، وإن شاء الله يعني تنال إعجابكم، وأيضا تسوونا شير وتسوونا لايك حتى المشاهدة تكثر أكثر وأكثر. وأكيد دعمنا ودعمكم، أكيد دعمكم ما يعني ما يوصف إن شاء الله، أكيد راح تبشرون بالخير، وراح تدعمونا وتدعمون قناتنا. وتحياتنا لكم، أخوكم العراقي المغترب، الإعلامي والصحفي علي الحافظ، طبعا من داخل بلجيكا، علي الحافظ Inside Belgium. تحياتنا لكم وين ما تكونون، وأتمنى لكم صحة وسلامة وعافية، وكل عام وانتم بخير،
ويا رب تحقيق الأماني. اللهم آمين. تحياتنا لكم ومع السلامة.